مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة ثانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. إحنا الآن في اليوم سبت، إحنا في كوسكو، واللي بيحكي لكم إنه الناس بانيكينج، لا، الناس فهمت إنه ما في داعي للبانيك، واللي حتشتريه مرة واحدة. أنا مش جاي أشتري إشي اليوم، بس جاي أورجيكم. طلعوا الناس عادي، يمكن أقل من العادي، كل إشي موجود. الناس بتشتري أواعي، بتشتري قهوة، ما في إشي داعي نهائيا للبانيك يعني. طلعوا كل إشي موجود، ناس عادي بتلفلف. شايف اشي يعني هيك انه والله عليه. خلينا نشوف احنا المحارم، الناس كلها بتحكي عن موضوع المحارم يعني. خليكم معنا، هاي الخضار موجودة بشكل عام. ما في البانيك يعني، مش عارف ليش الناس للأسف ورجت انه في بانيك. انا اللي شايفه لحد هلا هاي يمشوا معي كلش طبيعي، طبعا بنظفوا كل شيء قاعدين. اللحمه موجوده، والله اذا في لحم الحلال هاي خلينا ناخذ لنا واحده. ما اتوقع انا جاي نشتري اليوم. طبعا لاحظوا شغله انه كوسكو وقف التستينج، اللي كانوا يعطوا الناس طعموهم ودوقوهم، هذا وقفوه عشان الصحة العامة. خلينا نورجيكم موضوع المحارم. يس، صراحة طلع دول لابسين كفوف يعني كويس الوقاية. محارم صفر، هذا محل المحارم. المحارم صفر، ما في محارم نهائيا. لا والله هاي في، لا 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 لا، ظلمناهم. هاي في يا جماعة، هاي تواليت بيبر مليانة، والمية وراها، هاي شايفين المي غاد، هاي تواليت بيبر هاي عم تجيبه، فما في داعي للبانيك. هاي في تواليت بيبر، احنا في كوسكو برهيفن اليوم السبت، اعتقد 14 مارس، فكله موجود. الفريزر كل شيء موجود يعني، ما بعرف ليش بانيكينج. هاي ادوات تنظيف يعني، هو اول يوم يومين الناس يمكن شويه بانيك، و صار في هجوم على المنتجات لانه بتعرف كل خايف انه يكون بكره اللوك اوت، بس الحمد لله ما صار شيء. فيا جماعه هذه اخبار جيده، الناس صارت منتبهه للموضوع، صارت تعرف شو تشتري شو ما تشتري. وزي ما احنا شايفين يعني، حتى الكارت مش والله زي ما صوروا لنا اياها ملي الدنيا، لا، وكل شيء موجود. ها كل شيء موجود يعني. انا مش عارف شو رايكم نجيب من هذا العصير، هاي سبارتلينج، هذا ما بحبه. طيب انا صراحه مش ناوي اشتري اشي نهائيا، لكن دائما في اغراءات بتكون لما بتيجي على محلات السوبر ماركت، تشعر انه في اشي هيك بغريك، اشتري من هذا اشتري من هذا. حاول ستيك لموضوعنا، ومش حنجيب اشي يعني.
شوفوا الكارت، مش اللي تخويف اللي موجود حبيبي. ما في داعي للبانيك نهائيا. Don't need to panic here guys. Everything is gonna be okay. أهم شيء إنه ننتبه. Okay. أوميجا 3 good. أوميجا 3 كويس هاي الدور. طبيعي جدا جدا يعني. ما في أي جنون في الدور. إحنا بكفي. حبينا بس نورجيكو هذه الأخبار إنه إحنا لسه يا جماعة ألف خير ونعمة، وما في داعي لأي جنون اللي صار. يلا طبعا الشغلة الغريبة، بس أكثر شغلة غريبة البنزين 74.9، يعني هذا أرخص سعر للبنزين شفته في وجودي بكندا. يعني من يوم ما إجيت من 2009 لهلا ما عمرها نزلت تحت 74 70، هذا الرقم رقم كتير كتير لو. فأنيوي نراكم إن شاء الله في حلقات قادمة، وديروا بالكم. سلام.